السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم بيسة. البيسة هذه تقدري تخدمي منها، هي هذه هي البيسة، تقدري تخدمي منها صدر كروشي يخرج معاك كيما هكذا، يعني تشكلي كيما راكي حابة انتيا. هكذا وكذلك تقدري منها من هذه البياسة تخدمي منها عدة بياسات، تواسي منها بياسة كبيرة تشبهي بها الدراوات. أنا اليوم راح نشرح لكم الطريقة كيفاش تكون باش تخدمي بياسة اللي تكون مشكلة من 4 بياسات باش تشبهي بها الدراوات، وكيفاش تقدري كذلك تشبهي الدرا ولا الوسادة أو حتى المسند، يعني تقدري تخدمي بهذه البياسة صدر وكذلك مفرش كروشي. هكذا تقدري كذلك تخدمي بيبي صغيور، يعني طفل صغير، تشبهي كذلك بهذه البياسه كما تحبي نتيا وتشكلي الاشكال اللي تحبيها. اليوم باذن الله راح نبدا معكم العمل بالكوتو رقم 16 والكروشيه رقم 18. نبداو على بركه الله. نبداو العمل لهذه البياسه. اولا نجيبو ورقه باش نرسمو هذه، باش نرسمو يكون عندنا باترون يعني كيما هكذا. واش راح نديرو؟ شوفي عندنا ارتفاع هذه الحبه تاع اللوزه هذه، شوفي عندنا ارتفاعها، شوفي هكذا باش تجي اسهل، يعني تخدمي غير فقط نص هكا ومن بعد تطبقيه. شوفي عندك 5، عندك هنايا عندك 4.5، 4 ارتفاع، نصف الارتفاع هو 4.5، والعرض هو 4 تقريبا 4.5 هكذا اقل، يعني ممكن حتى ممكن 0.3.3، يعني كي تفتحيها انت تقصي بهذيك الطريقه باش يجيك ساهل. يعني كي تجي تحسبي تلقى عندك الارتفاع كامل 9 سنتيم، والعرض هو دائما في حدود 4.5 تقريبا هكذا. واش راح ديري؟ جيبي قماش، واش ندير قماش اللي تحبيه، ساتان، كلاصي، اللي تحبي نتيا، وجيبي هذا الباترون هكذا ترسمي هكا حبه اللوزه هذه كيما هكذا وتقصيه. انا خدمت عده بياسات كيما هكذا، يعني رسمت وبقيت غير نقص في البياسات هذوما ومن بعد بديت نخدم. دروكا نبداو العمل، يعني العمل راح يخرج معنا كيما هكذا، نفس العمل يعني نفس الباترون، دائما نقص نرسم ونقص. هذا مكان دروكا هنايا رجعنا للبياسه هذه اللي قصيناها. دروكا باش نحكموا المنتصف تاعها، انا واش راح ندير؟ طبقتها كيما هكذا، تفتحيها وتحكمي المنتصف تاعها كيما هكا بنقطتين، هكذا بنقطتين هنايا. من بعد نحتاجو هادوما النقطتين باش يساعدونا في العمل. دركا شوفي اذا كنتي انتيا تخدمي بالكتان مثلا اللي يكون يسنسر لك هنايا، انتي واش راح ديري؟ تحكمي بريكا او زلاميت وتحرقي هنايا، شوفي تحرقي اطراف هادوما غير خفيف فقط باش الخيط ما يسنسر لكش في طريقه. من بعد بداي تخدمي نورمال، يعني باش كي تعودي تخدمي ما يسنسر لكش يعني. اما انا هنايا مش راح نحرق، راح نخدم مباشره. نبداو العمل، شوفي شدو الخيط هكذا ونروحو البدايه هنايا، ندخلو مليح ونجبدو الخيط هكذا. اولا نشدو العمل، دوكا نبدا نخدم المايسيري. نبدا من هذه، نحسب 1 2 3 4 5 6
16 17 18 19 يعني تقريبا. شوفي كي نوصلوا هنايا المنتصف تقريبا يكون عندنا 19 ماي سيري، يعني في الجهه الواحده راح يكون عندنا 19 ماي سيري. انا نكمل هنايا بعد ما وصلت 19 ندخل هنايا 20 نكمل الحساب 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 هكذا دركا خدمنا 38 ماي سيري كيما هكذا. هنايا خدمنا 38 ماي سيري. انتي اذا شفتي روحك ما لحقتش معاك هنايا مثلا الطرف عاودي فتحي وين راكي. شوفي وين راكي لما بزاف هنايا حاولي تفرقيهم وتهبطي بهم، يعني شو توزعي باش تلحق معاك هنايا في الزاويه. دركا يعني هنايا خدمنا في الجهه الوحده 38 ماي سيري. دوكا واش راح عندي في الجهه الثانيه كذلك راح نخدم 38 ماي سيري. انا دوكا راح نبدا نحسب ثاني 1 2 3 كي نوصل 19 نسمع نقول قريبه خلاص وصلت انا هنايا وصلت هنا للمنتصف ونكمل 20 21 حتى الاخير. دوكا انا نكمل الجزء هذا الثاني او الجهه الثانيه نعاود نرجع لكم. هنايا بعد ما كملت يعني خدمت هنايا في الجهه الاولى 38 ماي سيري ومن بعد 38 ماي سيري. دركا نقفلوا العمل نروحوا البدايه وين بدينا العمل. ندخلوا هنايا في الماي سيري الاولى ندخل هكذا ونحكم العمل بالمنزلق، يعني هكذا تخرج معنا حبه تاع اللوزه هذه. دركا نطلعوا بسلسله فيها 1 2 3 نعاود نطلع بسلسله فيها 1 2 3 نلف الخيط على الكروشي نروحوا الماي سيري الثانيه هنايا ندخلوا فيها ونخدم عمود الثاني نزيد عمود الثالث في الماي سيري واحده اخرى ماشي في نفس الماي سيري هكذا. الماي سيري اللي بعدها الرابعه نخدموا العمود الرابع الخامسه العمود الخامس السادسه عمود السادس وهكذا 7. دوك انا راح نخدم 38 عمود بنفس الطريقه في كل ماي سيري عندنا عمود نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت انايا 38 عمود كي تحسبيهم تلقى عندك 38 يعني شوفي نبداو نحسبوا من العمود هنايا هذه شوفي 3 6 9 12 15 18 21 شوفي نكملوا 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 عمود. دوكا واش راح نديروا باش نروحوا للجهه الثانيه نخدموا سلسله فيها 1 2 لفوا الخيط على الكروشي نروحوا الماي سيري اللي بعدها هكذا وندخلوا نخدموا عمود ونكملوا في الجهه الثانيه نخدموا كذلك الاعمده يعني نخدموا 38 عمود بنفس الطريقه هكذا كيما خدمنا في الجهه هذه الاولى. انا نخدم هذه الجهه الثانيه كيما خدمنا الاولى نعاود نرجع لكم.
هنايا دوكا بعد ما كملت انا الجهه الثانيه دوكا راح نقفل العمل. كيفاش نقفلوا العمل هنايا في هذه المرحله؟ شوفي نخدموا فقط عوينه، نخدموا عوينه، نلفوا الخيط على الكروشيه، نروحوا لبدايه العمل هنايا في العوينه الثالثه، ندخلوا فيها ونحكموا العمل نصف عمود فقط، نطلع بسنسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفوا الخيط على الكروشيه، ندخلوا هنا في هذه السنسلة ونخدموا عمود هكذا، يعني عندنا عمودين. دوكا واش راح نديرو باش نبداو دائما هنا في الأطراف؟ سنسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفوا الخيط على الكروشيه، نحسبوا عمودين، العمود هذا الثالث ندخلوا فيه ونخدموا عمود الأول ونزيدوا العمود الثاني، نزيدوا سنسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة. دوكا نعود دائما نعتمد سنسلة في الوسط العمل فيها سلسلة فيها أربعة، نروح الأعمدة هنايا نحسبوا عمود واحد اثنان ثالث ندخلوا فيه، نزيدوا العمود اللي بعده نخدموا فيه كذلك عمود ثاني هكذا، يعني كل عمود فيه عمود فوق عمود وبين العمود والعمود فقط البداية هنايا عندك سلسلة فيها ثلاثة، أما الباقي دائما سلسلة فيها أربعة، يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة. لفوا الخيط على الكروشيه دائما بنفس الطريقة، نكملوا العمل سلسلة عمود أول الثاني الثالث ندخلوا فيه ونخدموا عمود رقم واحد، والعمود اللي بعده كذلك ندخلوا فيه ونخدموا العمود الثاني، نبقى بنفس الطريقة. كي نكون في نهاية هذه المرحلة في الجزء هذا العلوي نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت أني في نهاية هذا الجزء العلوي، شوفي تلقاي عندك واحد، شوفي ما نحسبش الأولى، الأولى حتكون فيها صدفة، يعني شوفي نحسبوا العمودين هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تلقي عندك تسع مجموعات، كل مجموعة فيها عمودين، وبين كل مجموعة ومجموعة الأولى والثانية سلسلة فيها أربعة، لكن في الأطراف دائما هنا بدينا بسلسلة فيها ثلاثة، دوكا راح نخدمو هنايا في وسط هذه السلسلة، راح نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة وندخلوا فيها ونخدموا عمود الأول، نزيدوا عمود الثاني سلسلة فيها واحد اثنان، نعاودو ندخلوا في نفس السلسلة ونخدموا عمود واحد ونزيدوا اثنان، دائما بنفس الطريقة كيما دخلت نخرج بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفوا الخيط على الكروشيه نخلو عمودين، نروحوا العمود هذا الثالث ندخلوا فيه ونخدموا عمود الأول والعمود اللي بعده في الأسفل، ندخلوا نخدموا فوقه عمود في الأعلى يعني العمود الثاني، ونكملوا العمل سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة، ونبقاو نكرروا في نفس العمل كما خدمنا في الجهة الأولى، نحسبوا العمود واحد اثنان في الثالث ندخلوا ونخدموا عمود واحد، هي بياسة سهلة ماشي صعيبة وتخرج معاك بأسرع وقت. دوك أنا راح نكمل كما خدمت هذه الجهة الأولى، نخدم الجهة الثانية كي نكون في النهاية نعاود نرجع لكم. هنا دوك راني في نهاية هذه المرحلة باش نقفل العمل. دائما بسلسلة فيها واحد بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ونروحو نخدمو هنايا في هذه السلسلة اللي بدينا هنايا في الوسط، نخدمو عمود واحد ونزيدو اثنان. دوكا باش نقفلو العمل نخدمو عوينة، نلفو الخيط على الكروشيه نروحو لهذه العوينة التالتة هكذا ونقفلو، نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة. دوكا راح نخدمو هنايا هذه السلسلة على أساس عمود، ندخلو في نفس السلسلة وندخلو نخدمو عمود الأول، يعني هنايا عندنا صدفة وعندنا عمود الثاني، الأول خدمناه سلسلة الثاني ونزيدو العمود الثالث هكذا، كذلك بنفس الطريقة ندخلو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفو الخيط على الكروشيه كيما هكذا ونبداو نخدمو أعمدة في السلسلة هذه اللي فيها ثلاثة، ندخلو هنايا ونخدمو عمود رقم واحد نزيدو اثنان نزيدو ثلاثة نزيدو كذلك رقم أربعة. دوكا ننتقل كذلك بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة، نلفو الخيط على الكروشيه نروحو الفراغ الثاني أو السلسلة الثانية، ندخلو فيها ونخدمو عمود رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة، سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة، نزيد نخدم في السلسلة اللي بعدها أو الفراغ اللي بعده كذلك كيما هكذا، كذلك أربعة أعمدة. راح نبقى نخدم كيما هكذا هذه الجهة، كي نكون في نهايتها نعاود نرجع لكم.
هنا بعد ما خدمنا الجهه هذه الاولى، دوكا رايحين نخدموا في الصدفه هنايا في قلبها. قبل ما نخدم في الصدفه فقط للتذكير، هنايا شوفي هنايا حسبنا المجموعات عندنا 9، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني الجهه الثانيه كذلك يكون عندك 9 مجموعات. دركا كي خدمنا المجموعات هذوما اللي فيها 4 اعمده، كي تحسبي شوفي تحسبي 1، ما تنسيش هذه راهي في قلب الصدفه ما نحسبوهاش، حسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تلقاي عندك 10 مجموعات هكذا فقط باش يكون الحساب معك صحيح والعمل تاعك يكون صحيح. دوكا راح نخدمه في قلب الصدفه دائما بنفس الطريقه، كيما نخرج كيما ندخل، بسلسله فيها 1 2 3، نلفوا الخيط على الكروشي ندخلوا في قلب هذه السلسله او الصدفه ونخدموا عمود رقم 1 2 3. دوكا رانا نخدموا 3 اعمده، سلسله فيها 1 2 3، نزيدو يعني نخدموا صدفه بثلاثه اعمده سلسله فيها 3 و3 اعمده هكا. دوكا راح نخدموا في الجهه الثانيه بنفس الطريقه دائما، بسلسله فيها 1 2 3، ونروحوا نكرروا نفس العمل، نخدموا في الفراغ الاول هنايا عمود رقم 1 2 3 4، سلسلة فيها 1 2 3 4، نرجع نكرر كيما خدمنا الجهة الأولى. دوكا نكمل هذه الجهة نعاود نرجع لكم. هنا دوكا في نهاية المرحلة هذا الجزء الثاني كملناه، دوكا باش نقفلوا العمل دائما بسلسلة فيها 1 2 3، سلسلة فيها 3، ونروحوا ندخلوا في قلب هذه الصدفة، ندخلوا عمود 1 2 3، سلسلة فيها 1 2 3، هذه المرة خدمنا سلسلة فيها 3، باش نقفلو نروحو لبداية العمل هنايا ونحسبو 1 2 3، نحكمو العمل بالمنزلقة هكذا. دركا هنايا بعد ما كملنا العمل هذايا الثاني، يعني العمل يخرج معنا كيما هكذا كيما هكذا، يخرج معنا العمل شكل حبة اللوزة هكذا. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا تبقى لنا اخر حاجة نخدموها هي الفينيسيون. فهذه الفينيسيون شوفي البياسة الاولى دائما تخدميها كاملة عادي، فينيسيون كامل، ومن بعد تبداي تلصقي لي بياس. كل ما تخدمي بياسة تلصقي انتي واش راكي حابة، اذا حابة تشبحي بها دراوات او تخدمي بها سطر على حساب الرغبة تاعك، تشبحي بها المسند المخايد على حساب الرغبة تاعك، يعني انتي شكلي كيما تحبي. انا حنوريكم واش راني مشكلة ونكملوا العمل مع بعض. دوكا هنا كي تبداي تخدمي الفينيسيون كيفاش تبداي؟ شوفي تخدمي عوينه تدخلي هنايا في هذه السلسله، تشبدي الخيط وتخدمي ماي سيغي 1، يعني في العمود الاول ماي سيغي، الماي سيغي الثانيه في العمود الثاني، ماي سيغي الثالثه في العمود الثالث. دوكا هنا واش راح نديرو؟ شوفي نخدمو سلسله فيها 1 2 3 4، نرجعو للعوينه الاولى هنايا ندخلو نجبدو الخيط ونحكمو العمل بالماي سيغي، يعني خدمنا بيكو، نخدمو عوينه ونروحو مباشرة للعمود هذا في المجموعة الأولى ماي سيغي، يعني في العمود الأول خدمنا ماي سيغي الأولى، نزيدو ماي سيغي الثانية في العمود الثاني، ماي سيغي الثالثة في العمود الثالث، ماي سيغي الرابعة في العمود الرابع. نرجع نكرر نفس العمل كيما خدمت هنا في البيكو، سلسلة فيها 1 2 3 4، نرجعو للعوينة الأولى هنايا ندخلو نجبدو الخيط وعوينة، ونرجع نكمل ثاني ماي سيغي في العمود هذا الأول في المجموعة اللي بعدها. هكذا يكون الفينيسيون كيما هكذا غير وحده بوحده. يعني دركا انا راح نلصق معكم هذه البياسه بحكم ان انا راني خدمه البياس هنا. دركا انا راني خدمه بياسات، شوفي راني ملصقه 3 وملصقه هنا كذلك في الجهه هذه. دوك نحكي لكم هذه الجهه ونشرح لكم علاش. دركا انا هنايا باش نكمل العمل خدمت البياسه الاولى والثانيه والثالثه، نزيدو نخدمو كذلك البياسه لصقوا البياسه الرابعه. كيفاش نلصقوا البياسه الرابعه؟ شوفي نلصقوا هنايا ونعدنا البيكو، عندنا شوفي الصدفه ما نحكموش فيها، نحكموا شوفي في البيكو الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، نحكموا دائما في 4 غرزات بيكو هكذا، يعني في الوسط تبقى لك غير 3 غرزات بيكو ما نكونوش حاكمين فيهم، هادوما من بعد نكملوا العمل فيهم. دركا راح باش نكمل العمل انايا، شوفي نعاود نفتح معكم العمل هنايا لخاطر نبدا من البيكو الاولى
باش نقفل العمل، خاطر هذه البياسه هي اللي تقفل تشكل لنا هذه البياسه كامل اللي راح تشبحي بها دروات. دركا ندخل هنايا شوفي نخدم ماي سيري وحده اثنان، حنا كنا نخدموا اربعه من بعد نكملوا. دركا لا باش نلصق نخدم غير اثنان. شوفي نروح للبياسه هذه، نروح للبيكو الاولى ندخل فيها ونجبد الخيط، العوينه الثالثه ونزيد الرابعه. دركا نرجع للبياسه يعني نخدم فيها، نرجع العوينه الاولى نجبد الخيط ونكمل العمل عادي هكذا. ندخل في العمود الاول نزيد العمود الثاني ماي سيري، العمود الثالث ماي سيري، العمود الرابع ماي سيري. نزيد دركا البيكو هذه الثانيه نحكموا نخدموا اثنان عوينتين، ونروحوا البيكو الثانيه ندخلوا نحكموا المنزلقه والثالثه ونزيدوا الرابعه. نرجعوا بنفس الطريقه، نرجعوا العوينه الاولى هكذا نخدموا عوينه، نرجع نكمل العمل عادي في الاعمده دائما. بعد ما نحكموا دائما نرجعوا الاعمده، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان. دركا راح نحكمو البيكو الثالثة هكذا، نزيدو عوينة ونرجعو كذلك بنفس الطريقة دائما، عوينة ماي سيري واحد اثنان، كل ماي سيري في عمود أربعة. نزيدو دوكا نحكمو المرة الأخيرة، دائما نحكمو أربعة في كل جهة هكذا. هاني دوكا نكرر فقط في نفس العمل. دوكا نرجع نكمل عادي، راح نخدم ثلاثة يعني هذا الفراغ واللي بعده واللي بعده، هادو كامل راح نخدم فيهم بيكوات، راح نخدم ثلاثة بيكو نعاود نرجع لكم. هنايا بعد ما حكمت أنايا، هنا شوفي حكمت أربع مرات هنايا، دوكا خليت خدمت ثلاثة غرزات بيكو هكا، واحد اثنان ثلاثة كيما هنايا، واحد اثنان ثلاثة تاني اللي تقابلها كيف كيف. دركا هنا واش راح ندير؟ دركا هنا تاني نلصق كيما لصقت في الجهة اللي تقابلها، يعني راح نبدا نخدم هذه بيكو كيفاش راح نسماني خارجة. درك نبدا نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة، نبدا نلصق من هذه، نبدا واحد اثنان ثلاثة أربعة اللي تقابلها دائما نلصق، يعني دركا راني خارجة نقفل على حساب واش عندي بياسة اللي تقابلني، مانيش داخلة كيما كنت داخلة هنا في الأعلى، لا دركا راني خارجة، يبان نخرج كيما دخلنا بالبيكوات. سلسلة فيها واحد اثنان ونروحوا اللي تقابلها، واحد اثنان ثلاثة أربعة هنايا. دوك أنا واش راح ندير؟ راح نكمل العمل كامل كيما هكذا نلصق، نعاود نرجع لكم. نحكمو هذا هكذا، راح نخدم الماي سيري ونزيد البيكو، واحد اثنان اللي تقابلها بياسة البيكو اللي تقابلها هذه هكذا. دوك انا نكمل نعاود نرجع لكم. هنا دوكا بعد ما حكمت اربع مرات دوكا نكملوا العمل عادي. نروحوا دوكا انا وصلنا هنا للصدفة ماي سيري واحد اثنان ثلاثة، هنا تاني في هذه السلسلة اللي فيها ثلاثة نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة، نرجعو البداية نخدمو عوينة ونروحو نخدمو كذلك الأعمدة، واحد فيهم الماي سيري اثنان ثلاثة. دوكا راح نكمل نخدم عادي هنايا، ماش راح نلصق أنايا، راح نكمل واحد اثنان ثلاثة أربعة، نرجعو البداية العوينة الأولى هكذا ونروحو نبقاو نكرو في نفس العمل. درك أنايا راح نكمل هذه البياسة نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذه المرحلة، نخدمو السلسلة فيها أربعة باش نقفلو العمل. شوفي نروحو البداية، هنا وبدينا بدينا بعوينة وماي سيغي، ندخلو في الماي سيغي هذه الأولى، نحكم العمل بالمنزلقة، نتقاتلو بالمنزلقة وحدة بوحدة، يعني ماي سيري التانية نخدم فيها منزلقة وماي سيري التالتة كذلك فيها منزلقة، ونكونو كملنا هكذا العمل.
يعني البياسة أساس، البياسة هي هذه أساس العمل، عفوا هو هذه البياسة، لكن دائما باش تكمليها يعني تبداي تخدمي الدرا تاعك تشبحي به هذه البياسة تخدمي أربع بياسات كيما هكذا، ونزيد نخدم واحد البياسة هنا تجي في الوسط، هي أساس العمل هذه كامل هكذا باش تحكملنا هذه البياسات كامل في أربعة. نبداو نخدمو في البياسة اللي تجي في الوسط، أولا نخدمو العقدة، نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نرجعو البداية نحكمو العمل بالمنزلقة، نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ندخلو في السلسلة هذه ونخدمو العمود الثاني، نزيدو العمود رقم ثلاثة، عمود رقم أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، داعش، ناعش، 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 عمود. نرجع البداية ونحكم العمل بالمنزلقة هكذا، يعني بدينا ب 24 عمود. دركا نخدمو الصف الثاني، شوفي ندير عوينة، ندخلو هنايا بين السلسلة هذه والعمود اللي ما قبل الأخير، يعني هنايا الأخير عفوا، نحكم العمل بالمنزلقة مرة أخرى، ونطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ندخلو فيها ونخدمو عمود الثاني هكذا، نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ونروحو شوفي نخلو عمودين هنا في الأسفل، يعني هذا واحد وهذا الثاني، هنايا ندخلو بيناتهم ونخدمو عمود واحد ونزيدو الثاني، سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفو الخيط كذلك دائما بنفس الطريقة، نخلو عمودين بين، شوفي عندنا العمود واحد اثنان بين الثاني والثالث في الوسط، ندخله ونخدمه مجموعة فيها عمودين هكذا كما هكذا، سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ونبقى بهذه الطريقة حتى الأخير. أنا راح نكمل كما هكذا الصف الثاني، نخدمه هكذا مجموعة، تكون مجموعة فيها اثنان، وبين المجموعة الأولى والثانية دائما سلسلة فيها ثلاثة، نعاود نشاركم. دركا انا بعد ما كملت انايا راح نقفل العمل بسلسلة فيها واحد، نروح نحسب هنايا اثنان ثلاثة، نحسب واحد اثنان ثلاثة، هنايا نروح لقمة العمود، نحكمو العمل بالمزلقة هكذا نكونو كملنا العمل. دركا نروحو نكملو العمل، سنخدمو الصف اللي بعده يعني الثالث، شوف هنا تقدمت انايا بالمزلقة باش ندخل هنا في الفراغ او السلسلة اللي فيها ثلاثة. بالنسبة لهذه المجموعات راح تلقاي عندك 12 مجموعة، يعني واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناش اثناش. لو كان نخدمو الصف الثالث نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ندخلو هنايا ونخدمو عمود الثاني، نزيدو العمود الثالث والعمود الرابع. لو كان عدنا نخدمو اربعة اعمدة، سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، ونروحو كذلك السلسلة اللي بعدها كذلك نخدمو اربعة اعمدة. انا راح نبقى نخدم بهذه الطريقة دائما، نخدمو اربعة اعمدة سلسلة فيها ثلاثة واربعة اعمدة وهكذا، كي يكون في نهاية هذه المرحلة نعود نرجع لكم. هنا دوكا باش نقفل العمل، هنا راني كملت الصف الثالث، سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نروحو لبداية العمل، هنايا نحكمو العمل بالمزلقة، نتقدمو بالمزلقة عفوا
مش بالمزيقة، نخدمه عوينة وندخل هنا في العمود الأول، نخدمه ماي سيري واحد، العمود الثاني ماي سيري الثانية، العمود الثالث ماي سيري الثالثة، العمود الرابع ماي سيري رقم أربعة. هنا دوكا نبدأ نخدمه كما خدمنا في البياسة نتاع اللوزة، كي نعودو نخدمو في البيكو نبداو نلصقو هنايا مباشرة نبداو. شوفي نخدمو سلسة فيها واحد اثنان ثلاث، عفوا اثنان ثالثة، هنا نبداو نحكمو، نجيبو هذه هي البياسة تاعنا كامل. شوفي في البياسة، شوفي نحكمو دايما في ثلاثة هادوما البيكو، يعني نعودو نحكمو ساير داير. شوفي دخلت هنايا في الأولى، وينا نرجع في البياسة الصغيرة اللي خدمناها ونحكمو عوينة، ونروح نخدم ماي سيغي أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان، نروحو كذلك يعني نكملو كل جهة، كي نحكمو ثلاث مرات نروحو الجهة اللي بعدها هكذا بنفس الطريقة كيما خدمنا في الفينيسيون في اللوزة. ندخل هنايا في العمود الأول ماي سيغي، العمود الثاني ثلاثة أربعة، سلسلة فيها اثنان، البيكو الثالثة هكذا، ونحكمو نروح دوكا بعد ما كملنا البياسة الأولى نروحو البياسة الثانية، يعني كل بياسة نحكمو ثلاث مرات، واحد اثنان. دوكا راني حنروح بياسة الجهة الثانية، شوف حكمنا هنايا في هذه الجهة الأولى، دوكا نروح الجهة هذه الثانية، ثاني فيها ثلاثة بيكو، واحد اثنان ثلاثة، دوكا نروح نحكم فيها، كل جهة نحكمو ثلاث مرات. دوكا أنا واش راح ندير، راح نحكم كيما هكذا كامل هادوما الجهات، كل بياسة ثلاث مرات، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا بعد ما حكمت كامل دوكا باش تقفلي ترجعي البداية، هنايا تحكمي العمل بالمنزلقة، تتقدمي بالمنزلقة باش فقط تقصي الخيط هكذا، يعني يخرج معاك العمل كيما هكذا أساس. شوفي العمل هدا، شوفي هذه هي البياسة كاملة، والبياسة فيها بياستين، بياسة هذه اللي بالقماش على شكل لوزة هكذا تخدمي لها الكروشي، ومن بعد كي تبداي تخدمي البياسه الاولى والثانيه والثالثه تبداي تلصقي، اكيد تلصقي في اربع مناطق، دائما من عندك اربعه بيكو كيما هكذا. كي تكوني داخله كي باينه كي تكوني داخله تبداي تحكمي في البيكو الاولى، وكي تكوني خارجه دائما كيما هنايا تحكمي في البيكو هنايا، عندك اربعه خمسه سته سبعه في الثامنه تسعه عشر 11 هكذا. درك هنايا كي تكملي تلصقي كامل العمل تبقى لك البياسه هذه الصغيره في الوسط، مثلا كنتي تخدمي درا ولا تقدري شوفي تخدمي هكذا هذا العمل، وتزيدي بعد ما تكملي العمل كيما هكذا بياسات هادو ما تخدمي وتلصقي كامل، تزيدي انتيا في العمل كيما هكذا. درك انايا هكذا شوفي كي تبغي تخدمي بياسه كيما هادي اللي خدمناها، تخدمي الثانيه كيما هادي الاولى كامله فيها اربع بياسات صغار، كي تجي تلصقيهم مع بعضاهم شوفي هنا تخليهم هكذا فارغه، يعني ما تخدميش بياسه كيما هادي لا لا، ولا تخدمي بياسه صغيره ولا لا لا، تشبحيها فقط بعقاش ولا كاش حبه تاع حجر هكذا تكون شابه تبري ولا صديبو كيما تحبي انتيا بالسيميلي، ولا هنايا تعاودي تخدمي العمل اللي خدمتيه هنايا تكريه مره اخرى هنايا، يعني هذه كامل هذه كامل وحدها راهي بياسه، هذه هي اساس العمل، منها تبداي تشبحي هذا الدرا كيما تحبي انتيا. بالنسبه لهذا هذه البياسه انا انتي تقدري كذلك تخدمي منها صدر كروشي، كيفاش يكون؟ شوفي انا فقط بديت معكم العمل هنايا، كملت معكم عفوا العمل باش نوريكم اذا كنتي حابه تخدمي في درا ما تخدمي بهذه الطريقه، وتبداي تنقلي تخدمي لي بياس، تكبري كيما تحبي وتشبحي تخدمي تطلعيه مثلث ولا تزخرفي كيما تحبي انتيا. كيما في المسند يجو خمسه، يجو خمس بياس عفوا يجو يجو خمس بياسات، يعني شوفي تخدمي واحد اثنان ثلاثة أربعة وما تقفليش، تزيدي الخامسة وتلصقي في الوسط تخليها هكذا عادي، تخدمي تالي تحطي فيها تشبحي فيه في الوسط بحبة عقاش ولا سيميلي كيما تحبي انتيا. بالنسبة لهذه البياسة ذكرت بلي تقدري تخدمي منها صدر كروشي، شوفي أنا خدمت أربعة وهنايا زدت، شوفي
يعني انت دوك يبقى انت كيفاش تحبي الشكل. شوفي انا هنايا مثلا هكذا يكون الصدر هنايا، نزيد يطلع هكذا. انت على حساب اذا حبيتي تكبري حبيتي تصغري انت ولي بياس. شوفي هكذا يعني تقدري تخدمي من الدرا وكذلك تقدري تشبحي به تخدمي به صدر كروشي. يعني العمل يكون كيما هكذا كما ذكرت في المسند. تقدري تخدمي في الوسط 5 بياسات تلصقيهم وفي الاطراف تخدمي 4 مثلا كيما هكذا، وتزيدي مثلا بياسه في الطرف منا وبياسه في الطرف الثاني. يعني تبقى التشكيل او العمل كيما تحبي انتي تلصقي تشبحي، يعني كيما تحبي انتي تشبحي شبحيه هكذا. في الاخير اخواتي هذا هو العمل اللي خدمناه اليوم. إذا عجبكم العمل اللي خدمناه اليوم ماذا بكم تدعموني بالإعجاب والاشتراكات. معكم دعاء الرحمن، إلى اللقاء والملتقى أخواتي. هنا فقط للتذكير شوفي هنايا أنايا خدمت كي لصقت هنايا البياسات. هنايا شوفي حكمت أنايا 4 مرات في هذه البياسة، يعني 1 2 في الثانية لصقت فيها، زدت هذه اللي مقابلتها، الثالثة كذلك لصقت في هذه الخامسة، وكملنا نورمال يعني عادي. اولا خدمت 4 ومن بعد لصقت انا هذه البياسه رقم 5. بالنسبه للاعلى هنايا بعد ما خدمت هادو من 4 هنايا بديت انا نلصق. شوفي بديت هنا في هذه اللي بعدها بديت هنا شوفي نحكم في 4 هنا، يعني هادو ثلاثه محكمتش فيهم هنايا هكذا باش يخرج معايا العمل كيما هكذا. يعني شوفي حكمت هنايا 4، زدت خليت شوفي خليت هنا البيكوات، خليت 1 2 3 4 5 6 7، ومن بعد زدت بديت نحكم في 8 بديت نحكم هكذا في الطرف كيما هكذا يكون العمل فقط باش يتشكل لك صدر كروشيه.